نرحب بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج أضواء على الإعلام الإسرائيلي، القناة الأولى من التلفزيون الإسرائيلي التي تمولها الحكومة الإسرائيلية. كرست مجهودا كبيرا للترويج للمستوطنين وإظهارهم وكأنهم أشخاص مثاليون. رسل الرب هو اسم فيلم دعائي استمر إعداده 5 سنوات حاول التقليل من شأن الجرائم التي ينفذها المستوطنون بحق شعبنا، ويتعمد الفيلم تسمية فتية التلال للتمويه عن تنظيم جباية الثمن الإرهابي الذي يشن هجمات تستهدف الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم ومزارعهم. عشان يضربوا حدا ديروا بالكم من تحت، هيجي اخر جيش، هيجي اخر جيش، ديروا بالكم من تحت. طايت الزيت، طايت توصلي كخا، توصلي تبوم شو ليش إنه يرفع يده، هيا اعتقله الآن، انصرف من هنا، هيا اعتقله، هيا اعتقله، انزل يديك، هذان الوسخان أنتم تحترمونهم. بدلا من أن تدفعوا بهما للهرب. أي عربي يرفع يده على يهودي يجب أن تكسر يده. لقد أصابنا الجنون وأنتم جئتم للدفاع عن العرب. منذ بداية الطريق كل هذا الاستيطان تم عنوة، كل المستوطنات أنشئت بعد تجاوز حواجز وبدون أخذ موافقات. ولكن ماذا لدينا اليوم؟ اليوم يوجد في يهودا والسامرة ما بين 450 ألف إلى 500 ألف نسمة. كيف بالإمكان أن يحدث ذلك خلال 40 عام؟ 50 إلى 500 ألف نفش، إخزيخ اليوت 40 سنة؟ محبط ونحن محبطون هنا. لو أن الحكومة تسمح لنا بعد كل هجوم أن نفعل ما نريد لما تبقى منذ زمن طويل أي عربي في الدولة، عندها كانوا سيهربوا لوحدهم ولن يتبقى عربي واحد، وهم سيدركون بعد ذلك أنه إذا حدث هجوم يجب أن نهجر. كلام نفواخ. عندما تمشي بالمستوطنة وسلاحك معلق خلف ظهرك وفجأة شاهدت شخصا مشبوها أو مثلا شخصا مخربا يطلق النار، هدفك في تلك اللحظة تهيئة السلاح بسرعة لإطلاق رصاص صوب المخرب. انفجار، رصاصة واحدة في الرأس للتأكد أن ذلك المخرب تم تحييده، وهذا يدعى تأثير البطيخة. عندها ترى الرأس منثور في كل الاتجاهات وبذلك تعرف أنك أنهيت العمل مع ذلك المخرب. ما من أحد يحبنا ونحن نستعد للمواجهة. عندما تقع مواجهة معهم ستكون النهاية متعلقة بنا. بالنسبة لي البؤر الاستيطانية الصغيرة المعزولة وغير المرخصة جزء لا يتجزأ من الثورة نخوضها هنا في يهودا والسامرة. البؤرة الاستيطانية هي المرحلة الثانية من تلك الثورة التي ستقود إلى إحداث تغيير جذري في الوضع في يهودا والسامرة، من حالة خلو يهودا والسامرة من اليهود إلى حوالي 400 ألف يهودي اليوم. أنا غدا ذاهب لتأدية خدمة الاحتياط بالجيش. لماذا ستذهب؟ لأننا الحمقى في البلاد. نحن لسنا حمقى، سيأتي اليوم الذي نحتاج فيه من يقتل العرب.
بهذا يصل برنامج أضواء على الإعلام الإسرائيلي إلى نهايته. هذه تحيات أنس أبو عرقوب في الإعداد والتقديم، وجهاد ياسين في الإخراج. إلى اللقاء.